تسمحي لي اقعد؟ مش فاهمة يعني حضرتك سايب كل الكراسي الفاضية دي وما حبكش يعني غير الكرسي اللي جنبي ولا ايه؟ وانا عارف ان الكراسي فاضية ومفيش حد قاعد، بس انا مش هاخد من وقتك اكتر من دقيقتين بالظبط. انا البريك بتاعي ما فيهوش ثانية اقدر اضحي بيها بصراحة يعني. هو انا مش هعطلك على البريك، بس هو انا جوايا سؤال انا مش لاقي له اجابة بصراحة. هو حضرتك ليه بتتعاملي معايا كده؟ ليه مصرة ان انت تحرجيني كل ما اشوفك؟ يعني على الاقل اعملي حساب للزمالة اللي بينا. كمان انا ما عملتش اي حاجة تكسر حاجز الزمالة دي. استاذ عادل انا مش ست غبية وحضرتك مقري قوي بصراحة يعني. نظرتك ليا في الرايحة والجاية قدام كل الزملاء، بص انا النظرات دي شفت اخرها فحفظت خلاص اولها، يعني الموضوع بالنسبة لي خلاص انتهى وراح. استاذني انا ايه ده؟ انا اسف اسف، بس دي مش طريقتك ولا ده اسلوبك. كمان الظروف الصعبة اللي انت مريتي بيها واللي انا عرفتها عنك، يعني اوعي تتخيلي ان انا انسان غبي. حتى رجعتك للمستشفى فدي في حد ذاتها ظرف صعب. انا كمان مريت بظروف صعبة قوي وشفت من الدنيا ديت مرار كتير قوي، عشان كده المستشفى دي هو ده المكان اللي انا بتحمى فيه من كل الظروف ديت. انا مش محتاجة ناس وبني ادمين ومستشفى عشان اتحمى فيهم، انا بتحمى في ربنا. ونعم بالله ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو هون علينا كل شيء. انا ممكن بس اقول لك قد ايه ربنا قدر انه يهون عليا الظرف اللي انا كنت بمر بيه. المستشفى دي اكتر مكان انا عانيت فيه. مراتي فضلت 3 سنين تتعالج هنا لحد ما ارتاحت. كل الممرات اللي كانت بتمشي فيها وكانت بتتسند عليا، حتى الأوضة اللي كانت بتتعالج فيها أنا كنت بهرب من الأماكن دي، بهرب منها عشان ما افتكرهاش وأحزن. لكن سنة ورا سنة بقيت ألف في المستشفى بطولها وعرضها، بقيت أمشي في نفس الممرات اللي كانت بتتسند عليا، كنت بخش الأوضة اللي كانت بتتعالج فيها، كنت بشم ريحتها، أسمع صوتها، بحس بنفسها أوي. كل الحاجات دي لما كنت بفتكرها كنت ببتسم قوي. الناس اللي موجودين هنا والمكان ده هو أكتر شيء أنا كنت بتحامى فيه. ربنا سبحانه وتعالى قدر إنه يبدل نفس المكان اللي أنا اتألمت فيه، هو نفس المكان اللي أنا ارتحت فيه. عشان كده أنا بدعيلك من كل قلبي إنه يبدل الحزن والألم اللي أنت شفتيه لفرح وسعادة. أستاذ عادل حضرتك بعد الكلام اللي قلته ده والله العظيم أنا أسفة، سامحني. آسف آسف لو كنت أخدت من وقتك. أنا كمان إنسان مقري قوي. أنا ممكن أطلب منك طلب؟ آه تفضل. ممكن لما تقريني تقريني صح؟ شكرا استاذنك.